هي مرحبا من سحرة البذر انطلاقا من هذه المزرعة التابعة لمجمع أبي فود اللي راهو مجمع نموذجي تابع لجروب مدار واللي إطار عملية الاستصلاح اللي يقوم بها في مساحة تزيد عن 4400 هكتار. في ناس نقدر بعد زيادة المساحة المزروعة واستصلاح جزء منها مساحة أولية تقدر ب 360 هكتار. هذه تخص زراعة الحبوب، ناهيك عن مساحة أخرى في إطار البرنامج الزراعات الاستراتيجية للدولة، دعم الحبوب، دعم النباتات الزيتية، وكذلك بالنسبة لإنتاج أنماط أخرى للليجوميناس كالفاصوليا والحمص والعدس وغيرها من النباتات. بسنا على مستوى الولايات المتحدة فيه دعم المساحة المخصصة للحرث والبذر وزراعة الحبوب، تقل السنة الماضية من 5802 هكتار، هذه السنة يخصص 7560 هكتار إن شاء الله بزيادة مقدرة، مما يسمح بزيادة الإنتاج عما كانت في السنوات الماضية.